متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله مساءكم وأوقاتكم بكل خير وصحة. نقدم لكم حالة الطقس المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال يوم غدا الجمعة. نبدأ معكم توقعات الليلة القادمة في العاصمة الرياض. أجواء غالبا غائمة بسحب على ارتفاعات في معظمها متوسط وعالي، مع صغرى متوقعة في الرياض بحدود 16 درجة مئوية، نسب رطوبة متدنية بحدود 20%، مع نشاط معتدل للرياح في المنطقة الوسطى إجمالا ومنطقة الرياض. نبدأ معكم توقعات يوم الغد في المنطقة الشمالية. جبهة هوائية باردة تكون قد عبرت مع ساعات الصباح الأولى بمشيئة الله فوق العديد من مناطق القطاع الشمالي الغربي في المملكة. تتوجه هذه الجبهة الهوائية الباردة خلال ساعات نهار الغد إلى المنطقة الشمالية على الحدود مع العراق، حيث تهطل أمطار رعدية غزيرة في تلك المناطق، تمتد على فترات إلى سكاكة، كذلك الحال ربما عرعر، أيضا تبوك توقعات بأن تهطل فيها الأمطار، ربما أيضا بغزارة متفاوتة الشدة بمشيئة الله، مع انخفاض ملموس على الحارة في هذه المناطق مقارنة بالأيام الماضية. 17 درجة مئوية في تبوك العظمى، في حين تكون بسكاكة بحدود 23 درجة مئوية مع نشاط في الرياح. توقعات القطاع الغربي في المملكة، توقعات بأن تصل بعض امتدادات هذه الجبهة الهوائية الباردة نحو أجزاء محدودة أو أجزاء عدة متفرقة في المنطقة الغربية بمشيئة الله تعالى. جدة 29 درجة مئوية هي الدرجة العظمى، مع احتمالية لأن تطالها بعض الزخات الرعدية ما بين خفيفة إلى متوسطة الشدة، كذلك هو الحال في منطقة المدينة المنورة ومرتفعات المشاعر المقدسة. مكة المكرمة 32 درجة مئوية، في حين تكون في الطائف بحدود 24 درجة مئوية. ننتقل معكم توقعات القطاع الجبلي الجنوب الغربي، توقعات بأجواء غائمة جزئيا على فترات بسحب على ارتفاعات مختلفة، هنالك احتمالية لأن تهطل بعض الأمطار في منطقة الباحة كما هو مبين. درجات حرارة تلامس 30 درجة مئوية في سواحل البحر الأحمر في منطقة جازان. توقعات القطاع الشرقي في المملكة، توقعات بوصول أتربة مثارة إلى منطقة حفر الباطن مع عظمى متوقعة بحدود 31 درجة مئوية، تكون كذلك الحال في الإحساء، في حين تبلغ العظمى في الدمام بحدود 28 درجة مئوية بمشيئة الله. توقعات المنطقة الوسطى نختتم بها، توقعات بأتربة مثارة في منطقة الرياض مع عظمى بحدود 29 درجة مئوية، تكون العظمى أعلى من ذلك بقليل في بريدة، مع احتمالية لأن تطالها بعض الزخات الخفيفة إجمالا أو المتوسط الشدة من الأمطار، كذلك الحال الأمر في حائل مع عظمى متوقع بحدود 27 درجة مئوية. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.